متابعين الكرام احبابي في الله، يا رب تكونوا دايما بخير. جاب لكم النهارده اخبار عن الباركود. في ناس كتير سالتني ايه هو الباركود، ايه اخر القرارات اللي او البيانات اللي طلعت من مصر للطيران، ايه الحاجات اللي حصلت في مطار القاهره خلال اليومين اللي فاتوا. في حاجات كتير حصلت احبابي في الله، لازم تكونوا على معرفه بيها او معلومه بيها لكل اللي حابب يسافر. بس يا ريت لو كنت بتشوفني لاول مره، يا ريت تشترك في قناتي وتدوس لايك ونشارك الفيديو عشان الكل يستفاد. حبكم في الله وبين على الفيديو متابعين الكرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. متابعين الكرام احبابي في الله، طبتم في حفظ الله. في البداية نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. في البداية طبعا كتير جدا سألوني ايه هو الباركود ده بالنسبة للإخوة من المغرب والجزائر وتونس والعراق وده كله. الباركود ده يا جماعة ما بيطلبش إلا من مصر وأم الدنيا بس، إزاي ما عرفش بقى؟ دي بيطلب من البوابة المصرية للعمرة. يعني مفيش حد زيارة شخصية أو عائلية أو تأشيرة عمرة إلا لازم يحصل على الباركود ده. الباركود ده مشاكله كتير جدا، فحبيت أرد على استفساراتكم وأسئلتكم بالنسبة لإخواتنا في المغرب الحبيب والجزائر وتونس وليبيا والعراق وكل اللي سألوني في التعليقات إيه هو الباركود. الباركود ده ما بيطلبش إلا من مصر بس، ومن مصر بيطلع من خلال البوابة المصرية للعمرة. وفي مشاكل كتير حصلت في الأيام الأخيرة دي، لأن صلاحية الباركود أصبحت من يوم 12 أصبحت يومين، وبعد يومين أو ثلاثة أصبحت صلاحية الباركود 5 أيام. قبل كده صلاحية الباركود كانت بتكون كام يوم؟ بتكون 7 أيام، ولو الناس عامل الباركود قبل كده بيتجدد عادي. لكن المشاكل اللي حصلت في مطار القاهرة في الأيام اللي فاتت امبارح وأول امبارح، رجوع الناس من المطار، الناس فعليا رجعت من المطار بسبب التأخير في إصدار الباركود، بسبب إن الباركود ما بيطلعش، بسبب إن الباركود أسعاره غالية جدا. فبدأت في لخبطة جدا كبيرة في المطار، والناس رجعت كتير جدا. بالنسبة للناس اللي راحت وقالت وقايست يعني وقالت بسم الله هنمشي وإن شاء الله هتعدي، لأ الناس دي رجعت عشان مش معاها الباركود أحبابي في الله. فحبيت بس آخد من وقتكم دقايق عشان أوصل لكم المعلومة ديت، إن الباركود ما بيطلبش غير من مصر بس أحبابي في الله، ومشاكله كتير جدا الأيام اللي فاتت، لدرجة إنه وصل سعر الباركود ل10,000 ريال. 10,000 ريال، وده بيتم او بيستخرج من خلال البوابه المصريه للعمره. متابعين الكرام، كل اللي راح من غير المطار من غير الباركود رجع تاني. ايه اللي يتم؟ محدش يعرف. صلاحيه الباركود بقت 5 ايام فقط. صلاحيه الباركود بقت 5 ايام. الناس اللي سمحوا لها بس ان هي تعدي من المطار، الناس اللي كانت تدخل على الموقع ويقول جاري اصدار الباركود، دي الناس اللي سمحوا لهم بعد معاناه. طبعا بعد معاناه ديت الناس اللي سمحت او المسؤولين في المطار اللي سمحوا للناس دي ان هي تعدي، اللي هي لسه زي ما انتم شايفين في الصوره كده ان ده جاري اصدار الباركود. لكن الناس اللي ما طلعتش باركود خالص رجعت تاني من المطار احبابي في الله. تغيير صلاحيه الباركود طبعا حق يعني سوت مشكله كبيره جدا احبابي في الله، بالذات في المطار، لان الناس فعلا راحت المطار وما عرفتش تسافر. فأصبحت الصلاحية فعليا أحبابي في الله بداية من أمس 5 أيام صلاحية الباركود متابعين الكرام. فده كان لازم نعرفه أو أعرفه لحضراتكم إيه المشاكل اللي حصلت دلوقتي بالنسبة للناس المسافرين من مطار القاهرة. هي دي المشاكل اللي بتواجه المسافرين بالنسبة للزيارة الشخصية أو العائلية أو زيارة العمل، أو طبعا مفيش تأشيرات عمرة دلوقتي. دي المشاكل اللي حصلت وواجهت الناس في مطار القاهرة، هي مفيش اصدار باركود، او الناس اللي صدرت باركود قليله جدا، الشركات اللي صدرت قليله جدا احبابي في الله. ليه؟ لان دلوقتي بعد التعهد اللي حصل من خلال وزاره الحج المصريه، ان في تعهد بيحصل على الشركه اللي بتطلع الباركود دي، ان اللي انت طلعت له الباركود ده انت مسؤول عنه مسؤوليه تامه خلال تواجده في المملكه العربيه السعوديه. ولو اتمسك وهو بيعمل مناسك الحج فده هيضر الشركه احبابي في الله اللي هي مطلعه له التاشيره ومطلعه له الباركود.
فانا حبيت متابعين الكرام احبابي في الله اوصل لكم ايه اللي تم في مطار القاهره. وطبعا شركه مصر للطيران اصدرت بيان ان عادي السفر للزياره تمام شغال، انك تقدر تحجز من خلال مصر للطيران في اي وقت، ولكن الحجز ده بيكون لاغي اذا صدرت قرارات من قبل الحكومه السعوديه. متابعين الكرام، فلازم ناخد بالنا احبابي في الله، ولازم ما نوجعش في الاشاعات او نقع تحت ايد نصابين ان ممكن يقول لك انا مجهز لك البركود، انا مجهز لك هناك اللي هيدخلك مكه، انا مجهز لك هناك اللي هيدخلك عرفات. فوالله ده كله نصب يا احبابي في الله متابعين الكرام، وهتدفعوا فلوس على قله فايده. ليه؟ لان احنا يا جماعه متفقين ان في الاول وفي الاخر الحج من استطاع اليه سبيلا. معلش انا بكتر عليكم في الكلام الايام دي، لان كل الناس دلوقتي شغلها الشاغل ازاي ادخل مكه، ان ازاي اروح مكه، وفي ناس فعلا حايزه في مكه غرف لدرجه ان السرير وصل 6000 و7000 ريال. السرير في غرفه وصل 6000 و7000 ريال اثناء فتره الحج متابعين الكرام، وانت بتبقى برضو على خوف. ازاي انت بتبقى خايف وهتأدي مناسك الحج؟ المناسك دي لازم تأديها وانت مرتاح نفسيا وبدنيا وجسمانيا وماديا، لان الحج من استطاع اليه سبيلا. فطبعا وبالنسبه طبعا للناس اللي بتقول انت بتهبد وانت بتقول اي كلام، لا يا جماعه، في مراكز ضبط امني فعليا قبل دخول مكه بيشوف انت زياره او انت اقامه او انت معك تصريح عمره او انت لا ما معكش اي شيء، بيرجعك من خلال المنافذ، ما بيديلكش غرامه دلوقتي ولا اي حاجه، لان لسه مناسك الحج ما بداتش. مش هيبدا يديك مخالفه او يديك اي حاجه الا خلال فتره الحج او اثناء مناسك الحج متابعين الكرام. فاحنا بنحاول بقدر الامكان احبابي في الله نوصل لكم ايه اللي تم، ايه الاجراءات اللي تمت فعليا في المنافذ. بيرجعوا الناس اللي ما معهاش تصريح احبابي في الله، بيرجعوا الناس اللي هي مش اقامتها مكه. ده كله ليه يا جماعه؟ عشان امن وامان الحجاج. فمتابعين الكرام احبابي في الله، نصلي ونسلم على الحبيب طبعا في كل وقت، وانا عارف ان الكل ملهوف والكل نفسه يكون في عمره والكل نفسه يعمل حج. والله العظيم ده امنيه كل واحد في الدنيا، ويا رب يكرمكم جميعا بعمره وحج، اللهم امين يا رب. ولكن يا جماعه دايما بقول ودايما هقول، انت في بلد لازم تحترم قراراتها وقوانينها علشان خاطر نفضل في امن وامان، لان ده كله بيحصل ليه؟ عشان تكون في امن وامان. فيا ريت متابعين الكرام احبابي في الله نحترم قوانين البلد اللي احنا فيها. طبعا هقول لكم طبعا تاني الحاجات اللي حصلت، طبعا في قرارات اللي هيعملها هيتخالف، في اماكن ممنوع تواجد اللي ما معهوش تصريح حج فيها، قلناها قبل كده المنطقه المركزيه ومكه محطه قطار الحرمين واماكن المناسك احبابي في الله، سواء عرفه او مزدلفه او منى. الاربع اماكن دول ممنوع دخولهم للي ما معهوش تصريح حج، تمام. اللي بيدخل مكه برضو لازم يكون معه تصريح حج او تصريح عمره. تصريح العمره شغال عادي، وانا قلت لكم ان ممكن تطلع تصريح العمره وانت في المطار، سواء في مطار المدينه او في مطار جده. ازاي؟ في مكاتب اسمها مكاتب عنايه، بتروح بالجواز بتاعك بتقول له عايز اعمل تصريح عمره، بيعمله لك، بيدخل على تطبيق نسك نظاميا خالص وبيعمله لك، والتطبيق ده شغال لحد يوم 21 احبابي في الله، والله اعلم هيصدر قرارات تانية ولا لا. فمتابعين الكرام احبابي في الله، لازم نحترم القوانين احبابي في الله. وطبعا من الحاجات اللي لازم برضو اعرفكم بيها، وانت في المطار ممكن تاخد شريحه اتصالك عادي خالص، وانت في المطار ما تطلعش المطار الا لما تاخدها، سواء اي شركه من الشركات موجوده في المطار وبسعر جميل جدا. ما فيش انك في المطار هتقول غالي او بره ارخص، لا، الاسعار يا جماعه في المملكه العربيه السعوديه سواء في المطار او خارج هي هي، حتى جاروره الميه بتلاقيها هي هي متابعين الكرام. ما فيش حاجه اسمها سعر سياحي وسعر مش سياحي. فانا يعني لو كان حد سمعني ان شاء الله ويقدر له الحج او العمره وهو مسافر، بقول لك وانت في المطار خد الشريحه بتاعتك، ما تطلعش من المطار الا ما تاخد شريحتك على الجواز بتاعك، سواء بقى زين او موبايلي او اس تي سي او اي شركه من الشركات. والموظف مشكورا بيقول لك ايه العروض الموجوده، في مكالمات وفي مكالمات ونت وفي نت بس، وانت بتشوف الباقه اللي انت عايزها وبتاخدها. الموظفين ما شاء الله، الناس كلها من العمال لحد المسؤولين الكبار واقفين على راحه الحجاج والمعتمرين قسما بالله احبابي في الله، لا نفاق ولا رياء.
من الأصغر واحد لحد أكبر واحد بيعملوا على حاجة واحدة بس، هي راحة المعتمر أو الحاج، لأن هم بيعتبروا دول هم ضيوف الرحمن، فبيقوموا معهم بأكتر من الواجب أحبابي في الله. وسيبنا من الكلام، وسيبنا من الإشاعات، وسيبنا من اللي يقول أنت بتهبد، لا أنت في بلد فعليا بلد جميلة، بلد شغلها الشاغل راحة وأمن المعتمرين والحجاج، لأن هم ضيوف الرحمن أحبابي في الله. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم ويرزق كل من يسمعني بحج وعمرة قريبا، قولوا جميعا أمين أحبابي في الله. ويا رب أكون وصلت لكم معلومة ولو بسيطة، ويا ريت أي استفسار تكتب لي في الكومنتات، لأن بحبكم في الله، ونصلي ونسلم على الحبيب دائما وأبدا، لأن بحبكم في الله أحبابي في الله، ودمتم في حفظ الله. أحبكم في الله.